تعالى امشي بسرعه يا بولا سفاريت، امشي بسرعه. بالراحه بالراحه يا عنتور، انا اصلا مش عارف امشي، انا اصلا مش عارف امشي من الحاجات الكتير اللي انت ملبسها لي دي. ايه ايه يا ابني، ما تتحججش بقى بال 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 بالهدوم والكلام دوت يا سفاريتي. واضح انك فقدت لياقتك ورشاقتك وبقيت سفاروت ابو كرش. ابو كرش؟ انا برضو اللي بكرش يا عنتور. واضح انك ما بصيتش في المرايه خالص. بالعكس، ده انا بصيت وظبطت لبسي على الاخر. ايه رايك فلاشياك، انفع بقى مصمم ملابس وازياء؟ ملابس ايه يا عم بعلبه السمنه اللي انت لابسها دي؟ ايه ده، هو كل حاجه تنفع؟ طبعا طبعا تنفع، وكل شيء وارد، واللي يعيش ياما يشوف، والقرد في عينهم غزال، ويا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. وعدت اسد ولا نظره حسد؟ مش فاهمك. وين كبر ابنك خويه؟ مش فاهمك يا ابني، ايه كل الحكم والامثال ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. واضح لا مؤاخذه يعني ان اندمجت شويتين. المهم يا عنتور، زمانك انا اللي مش فاهم حاجه. انت مش فاهم اي حاجه وانا مش فاهم اي حاجه، امال مين اللي هيفهمنا يا ابو الزفاريت؟ يا عنتور ركز، انا فاهم كل حاجه ما تقلقش، هي حاجه واحده بس اللي انا مش فاهمها، وانت الوحيد اللي هتقدر تفهمها لي. اذا كان كده ماشي، انا ترى لما انا ترى ابو المفهوميه شغل الفهمه وجهز لتفهيم كل المسائل المستعصيه. انت ليه لبستنا الحاجات الغريبه دي؟ لا ده سؤال صعب يا سفرتي، انت كده بقى بتخم. سؤال صعب ليه؟ مش انت اللي خليتنا نلبس يا عنتور؟ ايوه بس عايزك تسال اسئله سهله عشان انا اعرف اجاوب. ماشي ماشي، هسال سؤال سهل. انت ايه ليه لبستنا الحاجات الغريبه دي؟ مفيش خيارات؟ طيب لا هو بصراحه مفيش خيارات. مفيش خيارات؟ لا خالص مفيش ولا خيارات. ولا طماطمات؟ لا مفيش طماطمات. طب اعمل، ما انت بتسال اسئله صعبه يا سفرتي، قول لي سؤال سهل وانا اجاوب على طول. ماشي هسالك اسهل سؤال، انت اقولها له ازاي دي؟ احنا الحاجات الغريبه دي انت لبستها لنا ليه؟ ايوه كده، شايف السؤال بقى سهل ازاي بقى؟ كده اقدر اجاوبك واقول لك اننا لبسنا الهدوم دي عشان كنا كهزين ومستعدين. ايوه مستعدين لايه بقى؟ للمعركه، لحفله تنكريه، هنصور فوازير، هنعمل ايه بالظبط يا سفيرتي؟ ايه انت مخك راح لبعيده كده ليه؟ احنا النهارده هنعمل برنامج تاريخي، فقلت لازم احنا كمان نلبس هدوم على مستوى الحدث. وانت عرفت منين اننا هنعمل برنامج تاريخي؟ عيب قوي لما تسال سؤال زي ده. انا وحده مخابرات سريه. إيه، مت... ايه ايه ايوه ما تقولش لحد. تمام يا سعاده الباشا. لان انا نفسي ما اعرفش. انا وحده مخابرات سريه متنقله، يعني بعرف دبه النمله وليا اساليبي وتحرياتي ومصادري الخاصه اللي ما تخرش الميه. يا سلام، وده من امتى بقى ده يا ابو العناتير؟ من زمان جدا، بس انت اللي مش مقدر قيمتي وقيمه مواهبي المخابراتيه. عموما دلوقتي حنين تيجي ونعرف اذا كان معاك حق ولا لا. بس ايه رايك لبسي بقى طريق شيك 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 جميل. انت شيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حنين جت اهي وهتاكد كلامي وهتعرف ان تحرياتي ومصادري الخاصه ما بتقدمش ابدا. صحيح يا حنين، هو احنا النهارده هنقدم برنامج تاريخي؟ ايوه، وقلت لعنتور عشان تلبسوا هدوم تاريخيه، فين هي بقى؟ انكشفت يا عنتور، بقى حنين هي اللي قايله لك وانت عايش في الدور وعامل فيها مخابرات سريه ومصادري الخاصه وتحرياتي مواهبي قدراتي. ايه اللبس ده يا عم؟ فين اللبس بتاعك؟ قصدك اللبس التاريخي؟ هو ده تاريخي اساسا؟ تاريخي. انا قابلتك يوم 18/10، تاريخي بقى ولا مش تاريخي؟ ده لبس تاريخي اهو، باينه يا حنين ان هو ده لبس تاريخي ولا لا؟ باين بس مش قوي. مش قوي؟ ماشي ماشي، احنا هنعديها المره دي. يلا يلا يا حنين ادينا السكريبت. يلا
قبل ما اديكم السكريبت عايزاكم تقولوا اسم البرنامج. وهنعرف منين من غير اسكرانتي يعني يا حنين؟ هتشوفوه بنفسكم في شاشه الذكريات. يلا بينا. يبقى يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا يا سفرات. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا 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 يلا. يا سفرتي انا مخنوق ضلمة قوي يا سفرتي. يلا نمشي من هنا. ما تقلقش يا عنطور دلوقتي هشغل لك النور. يلا يا سفرتي شغل النور بسرعة انا خايف يا ماما. هو فين؟ اهو اهو اهو. النور جه النور جه ونسقف ونقول ها النور جه النور جه ونسقف. بس 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 ما تعملش دوشة في أوضة شاشة الذكريات. حاضر حاضر يا سفرتي. اقعد بقى يا عنطور علشان نتفرج. يلا يا ابو سفرتي بقى جبنا الفشار وقاعدين في الانتظار. يلا بينا نشغل شاشتنا ونعرف برنامجنا. ابا الحكواتي وصل يا اولاد. الحكواتي وصل يا اولاد. الحكواتي وصل يا بنات. الحكواتي وصل يا بنات. هيمتعكم ويسليكم وهيحكي احلى الحكايات. هيمتعكم ويسليكم وهيحكي احلى الحكايات. السلام عليكم يا بنات. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا جودي يا بنت انا حاسس ان انت زعلانه كده شويه. ايوه فعلا يا عم الحكواتي انا زعلانه قوي. زعلانه من ايه بس؟ يا عم الحكواتي كل ما اقول لبابا يجيب لي حاجه يروح قايل لي بعدين. الله ما هو انت كمان يا بنتي لازم تراعي ظروف باباكي. بلاش تضغطي عليه اكتر من اللازم يا بنتي. جايز ما يكونش معاه فلوس. لا لازم يكون معاه ويشتري لي زي اصحابي واكتر كمان. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بنتي؟ الفلوس دي يا بنتي لازم تعرفي ان هي اداه في ايدينا، ما يصحش ابدا نسيبها تتحكم فينا او تسيطر علينا. انا 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 سافروت او انا 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 انا, أنا, 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 أنا